بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة وقناة النادي الأهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم. ديربي جديد من ديربيات كرة السلة، ديربي العاصمة، الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر موسم 23-24. كل الشكر والتقدير للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن نبيل بخيت وكابتن محمد السلعاوي. ستارت اللاين اب للنادي الأهلي هو اليوم براندون رقم 1، إيهاب أمين رقم 4، سيف سمير رقم 8، ابو النصر 23، وعمر طارق 55. اما الستارت لاين اب لنادي الزمالك، احمد عزب، عمر هشام، دي ماركو، علي حجازي، واحمد اسماعيل. بدايه احداث الكوارتر الاول والحيازه اهلاويه. براندون على السكرين مع عمر طارق، بيسلم عمر طارق، يبحث عن ابو النصر بالهاند اوف، على طول يستلم ابو النصر. ابو النصر، ايهاب امين بيتعمل له سكرين، يستلم ايهاب، اخر 10 ثواني في زمن الهجمه، سكرين من عمر طارق، ايهاب امين ما زال معه كره، ايهاب بيك اند رول مع عمر طارق، عمر طارق يروح على الباسكت وينجح في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر اول باند وان لصالح عمر طارق. البيج او يفتتح نقاط ديربي العاصمه من صاله برج العرب. نشوفها في العاده، ادي البيك اند رول مع ايهاب امين، يسلم لعمر طارق اللي على طول وصل للباسكت ينجح في تسجيل اول النقاط. اند وان لعمر طارق، لا ينجح في التسجيل. دي ماركو على الديفنسيف ريباوند، دي ماركو يبدا الهجمه لنادي الزمالك. القياده الفنيه للنادي الاهلي الكوتش اوجوستي، القياده الفنيه لنادي الزمالك كوتش وائل بدر. دي ماركو يستلم، دي ماركو على الاوبن شوت في الميديم لكن لا يسجل، اير بول، يسال ايه ديفنسيف ريباوند حاضر على طول عند الكابيتانو سيف سمير، يسلم بدوره الى براندون، براندون سكرين مره ثانيه مع عمر طارق، براندون يسلم لسكيب باس توصل لعمر طارق، عمر طارق لإيهاب أمين مرة ثانية، إيهاب في الدرايف واحد على واحد، إيهاب لسه، إيهاب، إيهاب تحت الباسكت، أسيست ولا أروع، باسكت ولا أجمل للصالح الأهلي والأهلاوية، ينجح في تسجيله على طول وترجمته إلى نقطتين. محمد أبو النصر يتولى رقابة براند دي ماركو، أبو النصر عدي دي ماركو، بيك أند رول مع أحمد إسماعيل، يروح في الدرايف واحد على واحد لكن براندون يرتكب خطأ شخصي وفاول، أولى أخطاء الشخصية على براندون لاعب النادي الأهلي. تو شوتس لاحمد اسماعيل. احمد اسماعيل والفري ثرو اول والرمية الحرة الاولى لا يسجل. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لاحمد اسماعيل، لا ينجح في التسجيل، ديفنسيف ريباوند ولا اروع، ينجح في الحصول عليه عمر طارق، يسلم بدوره لإيهاب أمين، إيهاب يبدأ الهجمة، إيهاب، أبو النصر سكرين من سيف سمير، أبو النصر في الباك لاب لكن يحصل على خطأ شخصي أبو النصر وأوتسايد لصالح النادي. شوفوا مرة ثانية، أدي اختراقات أبو النصر والبنتريشن. ابو النصر في الثرو اول، رميتين حرتين لابو النصر لا يسجل الاولى، في الثرو ثاني ورمية حرة ثانية لمحمد ابو النصر. ينجح في التسجيل. يبدأ دي ماركو الهجمة على طول، دي ماركو يسلم ليه عمر هشام، عمر هشام بالهاند اوف مع دي ماركو مره ثانيه بالسكرين مع احمد اسماعيل، لسه دي ماركو مضغوط عليه لكن هنا خطا شخصي وفاول على عمر طارق، اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي، خطاين شخصيين في التوتال على نادي الزمالك. اوتسايد زملكاوي، احمد عزب يطلع يسلم لدي ماركو، دي ماركو بالسكرين مع احمد اسماعيل، بيك اند رول عند احمد اسماعيل، اسماعيل الطريق فاضي يروح على طول ويصل في الاخير عبد حازم او علي حجازي، ينجح في التسجيل نقطتين لصالح نادي الزمالك. ايهاب امين في الدرايف، ايهاب مان تو مان نادي الزمالك، لسه ايهاب، ايهاب امين ما زال ايهاب ياخذ السكرين، ايهاب
على اوبن شوت ولا هيسلم يقلب الملعب لسيف سمير. سيف على اوبن شوت في 3 بوينت، سيف لا يسجل، تصل في الاوفنسيف ريباوند على طول لإيهاب أمين. إيهاب أمين على اوبن شوت لا يسجل، سكند شانس لغير حاضرة، لكن الديفنسيف ريباوند على طول تروح لديماركو. ديماركو في فاست بريك يروح على طول عمر هشام يسجل 2 بوينت جديدة لصالح نادي الزمالك، يضيق الفارق إلى نقطة واحدة 5-4 للأهلي والأهلاوية. براندون عدى براندون بالسكرين، سلم لعمر طارق. إيهاب أمين بالهاند أوف مع عمر طارق. إيهاب في الدرايف واحد على واحد، 1 اون 1 في البنتريشن، يروح إيهاب ينجح إنه ياخد خطأ شخصي وفاول على نادي الزمالك. ثالث الأخطاء الشخصية على نادي الزمالك، خطأين شخصيين على النادي الأهلي في بداية أحداث كوارتر أول. 7 دقائق 16 ثانية متبقية على نهاية الكوارتر الأول أو الفترة الأولى. أوتسايد أهلاوي، براندو يسلم لسيف سمير، معاه علي حجازي. سيف بيلعب 1 اون 1، سيف يقلب الملعب على طول لابو النصر المخترق على طول ويروح ويصل وينجح في الاخير، ينجح في التسجيل نقطتين كمان لمحمد ابو النصر، يرفع بيهم الفارق الى 3 نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه. دي ماركو المهمه الموكل بيها النهارده ابو النصر هي حراسه دي ماركو في الواحد على واحد. دي ماركو على اوبن شوت في الميديم ينجح في التسجيل نقطتين، الى الفارق الى نقطه واحده مره ثانيه. براندون يبدا براندون محترف الاهلي، 26 سنه متر 88 سنتي، الامريكي قادم من الدوري الالماني، وخطا شخصي وفاول على احمد اسماعيل لاعب نادي الزمالك تجاه عمر طارق، رابع الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك. حكام النهارده هو الكابتن وائل ابراهيم، كابتن احمد شيكيه، والكابتن احمد الجزار. دي البنتريشن الاخير او الاختراق الاخير لمحمد ابو النصر، الاوتسايد اهلاوي. مراقب المباراه كابتن عبد الوهاب عجمي، والاي ار اس كابتن محمد ابراهيم. ايهاب امين يبدا الهجمه، ايهاب مان تو مان مع عمر طارق. ايهاب امين يسلم الكره تحت الباسكت لسيف، سيف بالهوك لكن ما ينجحش في التسجيل، تصل الكره الى عمر هشام في الديفنسيف ريباوند بالفاست بريك 2 على 2، يروح عمر هشام لكن لا يسجل، سكت ديفنسيف ريباوند على طول واوت ليت من سيف سمير. ايهاب امين، ايهاب واحد على 2، يتراجع عن ايهاب ويسلم لبراندون في البيز لاين، روعه الروعه لكن تم احتسابها بنقطتين لانه دايس على اللاين. ايهاب براندون اسيست من ايهاب، 2 بوينت من براندون. دي ماركو يبدا الهجمه، دي ماركو، دي ماركو عدى دي ماركو يسلم في البيك اند رول لعلي حجازي لكن كانت اسرع وتروح الكره على طول لاست تاتش على علي حجازي واوتسايد للاهلي والاهلاويه. 9-6 يوسع الفرق 3 نقاط مره ثانيه الاهلي، النادي الاهلي. هل هنا في مراجعه ما بين كابتن وائل ابراهيم، كابتن احمد شيكيه وكابتن الجزار، هل تحتسب بثلاثه ولا باثنين؟ هنشوف. كابتن شيكيه بيطلب الاي ار اس ومراجعه الاي ار اس. كوتش اوجوست اعترض قال لك دي بثلاث نقاط، قال له لا باثنين، كابتن احمد الجزار احتسبها باثنين، لكن خلونا مع كابتن شيكيه ومراجعه الاي ار اس، هل هيقرر انها ب 2 بوينت ولا ب 3 بوينت؟ ثلاث نقاط أم نقطتين لبراندون؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي في الاي ار اس. تشكيل النادي الاهلي سريعا، براندون، عمر عزب، ايهاب امين، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف سمير بنقطتين، تم احتسابها كابتن احمد الجزار بنقطتين زي ما حضراتكم شايفين. مروان سرحان، سيف سمير، كيجو، كريم حاتم، مهيب، محمد ابو النصر، عمر طارق، وعمر جودزيلا. ده تشكيل النادي الاهلي اليوم بقياده كوتش اوجوستي، والاوتسايد والضغط، الاوتسايد اهلاوي والضغط زملكاوي. ابو النصر دي ماركو يتولى رقبته، عدى ابو النصر يسلم لبراندون بالهاند اوف، عدى قبل الثمان ثواني براندون. براندون يبدا الهجمه، براندون السكرين مع عمر طارق، براندون يسلم في البيز لاين لسيف سمير، اكسترا باس عند براندون، براندون بيعدي، براندون من البيز لاين يتراجع عن موقفه لسه براندون، براندون ستيب باك على اوبن على الميديم شوت لكن ما بيسجلش على طول على حجازي، ديفنسيف ريباوند ويطلع هو بالملعب يسلم لدي ماركو. دي ماركو المرة دي خدوا مين؟ إيهاب أمين، عدى دي ماركو، دي ماركو يقف ويشوط ميديم دي ماركو لكن لا يسجل، تراي كده على الباسكت من علي حجازي لكن في الأخير اللاست تاتش والأوتسايد على علي حجازي لاعب نادي الزمالك، أوتسايد أهلاوي 11-6 لصالح النادي الأهلي، 5 دقايق 23 سنة متبقية على نهاية أحداث الفترة الأولى والكوارتر الأول. تسعة ستة مظبوط كده،
استلم على طول سيف سمير، طوع من ايده يلحق براندون، لكن هنا باك زون واوتسايد وترن اوفر على براندون لاعب النادي الاهلي، والاوتسايد لصالح نادي الزمالك. 9-6 لصالح الاهلي والاهلاويه في انتصاف احداث كوارتر اول. محاولتين على 3 بوينت من نادي الاهلي لم ينجح في تسجيلهم مقابل ولا محاوله من نادي الزمالك. يقطع سيف سمير لكن يلحقها دي ماركو يبدا الهجمه. دي ماركو السكرين مع احمد اسماعيل يضغط عليه، لكن هنا خطا شخصي وفاول على ايهاب امين. ثالث الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي واول الاخطاء الشخصيه على ايهاب امين. هنا الباصه والبيك اند رول ما بين دي ماركو واحمد اسماعيل والخطا على ايهاب امين. تو شوتس ورميتين حرتين لصالح احمد اسماعيل من نادي الزمالك. رمية حرة أولى لأحمد إسماعيل لا يسجل. أربع محاولات لنادي الزمالك على الفري ثرو أو على الفاول شوتين لم يسجل. ثلاث محاولات للنادي الأهلي نجح في تسجيل محاولة وحيدة على الفري ثرو. أحمد إسماعيل والرمية الحرة الثانية والفري ثرو الثاني. لا يسجل أيضا. يلم على طول إيهاب أمين في الديفنسيف ريباوند. يطلع إيهاب بالملعب ويبدأ الهجمة. إيهاب لسه ايهاب امين. براندون ياخد سكرين. ايهاب ما زال معه كره. ايهاب بالسكرين مع عمر طارق. عدى ايهاب. ثواني اخيره على زمن الهجمه. يطلع كيك اوت لسيف سمير. اكسترا باص عند ايهاب. ايهاب على الاوبن شوت في 3 بوينت. لا يسجل. يلم على طول دي ماركو. دي ماركو طلع فص بريك لعمر هشام. عمر هشام في الباك لاب لكن ينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول على سيف سمير. وتو شوتس لصالح عمر هشام. تو شوتس ورميتين حرتين لصالح عمر هشام. عمر هشام على الفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى. عمر ينجح في التسجيل. فري ثرو ثانيه ورميه حره ثانيه لعمر. ينجح في التسجيل. ده الفرق الى نقطة وحيدة في تغيير جري كوتش وائل بدر. شوف مين اللي هينزل. احمد اسماعيل يخرج وينزل مكانه اعتقد خالد عبد الناصر. براندون يبدا الهجمة. براندون بالسكرين فرق الى 2 بوينت وباسكت وحيد لصالح الاهلي والاهلاوية. براندون يسلم لعمر طارق. هاند اوف على طول مع ايهاب امين. يعلق لكن كانت ابعد من لازم. تر اوفر على النادي الاهلي واوت سايد لصالح نادي الزمالك. دي ماركو يبدا الهجمه. دي ماركو يسلم على طول لعمر هشام. خالد عبد الناصر يعمل سكرين. عمر هشام في درايف واحد على واحد يغير اتجاهاته ويروح في الاخير ينجح في التسجيل. ياتي بها بالتعادل 12-12. تعادل للفريقين. عمر طارق يستلم لبراندون مرة ثانية. براندون طلب سكرين. براندون مع عمر طارق. براندون ستيب باك لكن تراجع عن موقفه وسلم لأبو النصر. أبو النصر في الدرايف عايز يسلم كده لعمر طارق لكن أقوى من اللازم وتطلع أوت سايد لصالح نادي الزمالك. يخرج إيهاب أمين ينزل عمرو الجندي. يخرج مهاب ياسر ينزل مهاب ياسر وينزل ويخرج مكانه أحمد عزب. في اللعبه دي مره ثانيه ادي الاوبن شوت والثري بوينت اللي سجلها براندون. خمس ثقات نجح براندون في تسجيلهم واحده من 45 والثانيه من البيز لاين. دي ماركو خالد عبد الناصر لقطع لوحده خالص يطلع لمهاب ياسر في البيز لاين على الاوبن شوت لا يسجل. عمرو الجندي ديفنسيف ريباوند. ينجح عمرو الجندي انه ياخد الكوره. يبدا عمرو الجندي الهجمه. عمرو الجندي درايف واحد على واحد. عمرو الجندي يسلم لبراندون. لسه براندون معاه الكوره. 7 ثواني على زمن الهجمه. براندون في الدرايف واحد على واحد. باك بيفوت يغير اتجاهاته ويروح في الاخير ينجح في التسجيل. براندون تشيلدرس ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده عشان يعلي
النتيجة إلى فرق نقطتين وسبع نقاط سجلهم براندو. دي ماركو يغلط لكن يلحق الكرة ويسيطر على الكرة، ضغط أهلاوي، ترابات تصل لعلي حجازي، خالد عبد الناصر لوحده خالص مفيش قلب عليه ينجح في تسجيل نقطتين ويأتي بها بالتعادل. هل في تيرن أوفر على براندون؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي، أعتقد في ووك أو ترافلينج. هنا مفيش حد خالص يعني عامل الهيلب من الويك سايد، لكن هنا زي ما قلت لحضراتكم تيرن اوفر جديد على النادي الاهلي. خرج عمر طارق، نزل مكانه مصطفى كيجو. اوتسايد زملكاوي. يبدا دي ماركو الهجمه على طول، ياخد سكرين من عبد الناصر، يسلم لمهاب مره ثانيه لدي ماركو، السكيب باص عن معاذ لخالد عبد الناصر مره ثانيه، يقلب الملعب لاحمد ياسر اللي لسه نازل يشوط لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول براندون، براندون يبدا الهجمه، براندون براندون لعمرو الجندي، عايز يسلم كده يتراجع ويسلم على طول لبراندون، براندون بالسكرين مع سيف سمير، براندون لسه براندو يسلم سيف سمير تحت الباسكت 1-1 قطع له عبد ابو النصر اللي ينجح بيمينه على طول يسجل نقطتين، ولا اروع اسيست من سيف سمير ينجح في تسجيل نقطتين ويعلي الفارق الى نقطتين 16-14. دي ماركو مره ثانيه عايز يقف على اوبن شوت لكن هنا في خطا شخصي وفاول واوفنسيف فاول اعتقد. سلامات لابو النصر، اوفنسيف فاول على نادي الزمالك. خمس الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك في التوتال، اربع اخطاء شخصيه على النادي الاهلي. دقيقه 29 سنه متبقيه، ادي الكره الاخيره سيف سمير قطع له كده بذكاء شديد كده جيف اند جو ما بين سيف سمير وابو النصر اللي نجح على طول في البنتريشن ويسجل نقطتين. سلامات لابو النصر. دقيقه 29 سنه متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول. تقدم النادي الاهلي بنقطتين على نادي الزمالك. ديربي العاصمة جيم 1 في سيريس نصف النهائي أو سلسلة نصف النهائي بيست اوف 5. نقول لحضراتكم مواعيد المباراة لكن خلينا في أقرب توقف نقول الكلام. براندون يبدأ الهجمة، براندون يسلم على طول لكيجو، كيجو الجندي يستلم منه بالهاند اوف، عدى الجندي لسه الجندي مهاب ياسر يتولى رقبته على طول الجندي، اخر سبع ثواني في زمن الهجمه، عمرو الجندي في الدرايف واحد على واحد يسلم لسيف سمير لكن يعمل السيل على طول مهاب ياسر ويسلم لخالد عبد الناصر، دي ماركو يبدا الهجمه، دي ماركو. دي ماركو بالسكرين عدى، صراع قوي قوي وستيل حاضر من براندون، براندون يروح في الاخير ينجح في لا ينجح لا ينجح لكن ياخد الخطا الشخصي والفاول على حازم المشهد. قطع شخصي وفاول على حازم المشد وتو شوتس ورا 200 حرتين لبراندون، الستيل من اوله راح حازم راح على طول براندون لكن الاعتراض واضح على حازم المشد، تو شوتس ورا 200 حرتين لصالح براندون. ان شاء الله المباراه القادمه او جيم 2 هيكون يوم 8 يوم الاربعاء 8/5، جيم 3 هيبقى يوم 10، جيم 4 هيبقى يوم 12، وجيم 5 دي المواعيد المحطوطه ل البيست اوف 5. يوم الاثنين 13 ده جيم 5. فري ثرو اول ليه؟ براندون. ثلاث محاولات النادي الاهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل محاوله وحيده. براندون على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورمي حره لبراندون. ينجح ايضا في التسجيل. خرج براندون وهنشوف نزل مين مكانه. وليد عبد الجواد في تغيير يجري كوتش وائل بدر، كريم حاتم يعود الى الملعب في اولى مشاركاته. يبدا وليد عبد الجواد الهجمه، ياخذ سكرين، خرج لا لسه دي ماركو في الملعب. وليد عبد الجواد في الدرايف، وليد حاول يعمل الدرايف واحد على واحد لكن هنا الستيل كان حاضر من كيجو اللي بيطلع الكوره اوتسايد. وليد عبد الجواد هيطلع الاوتسايد لصالح نادي الزمالك. استلم وليد يسلم للمشد، معاذ ايمن كده خرج دي ماركو
معاذ دلوقتي واحد على واحد يقف ويرتكز ويشوط على الباسكت ينجح في تسجيل نقطتين، ده فرق مره ثانيه الى نقطتين لصالح الاهلي والاهلاويه. كريم حاتم يبدا الهجمه، كريم لسه كريم محتفظ بالكره، كريم يسلم لكيجو، كيجو بالهاند اوف، لا لسه كيجو معاه الكره، سلم بالهاند اوف لعمرو الجندي، الجندي تغيير اتجاهات، الجندي في الكيك اوت لكريم حاتم، كريم على الاوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل، يحاول معاه كيجو لكن لا ينجح، على طول يلم خالد عبد الناصر في الاول زاوية راح وصل لكن لا يسجل، تصل في الاخير الى عمرو الجندي، عمرو الجندي خلاص انتهت معاها زمن احداث الفتره الاولى والكورتر الاول بتقدم النادي الاهلي 18-16 لصالح الاهلي والاهلاويه. بعض الاحصائيات سريعا للفريقين، الاهلي على الفري ثرو 5 محاولات نجح في تسجيل 3، اما نادي الزمالك 7 محاولات نجح في تسجيل محاولتين، 5 اخطاء على النادي، 4 اخطاء شخصيه على النادي الاهلي في التوتال، 5 على الزمالك. في الثري بوينت 4 محاولات للنادي الاهلي نجح في تسجيل محاوله لبراندون، اما نادي الزمالك محاولتين نجح ولم ينجح في اي من المحاولات. انتهت احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 18-16. استراحه قصيره اعزائي المشاهدين بين احداث كوارتر اول وثاني ونعود اليكم مره ثانيه. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث كوارتر تاني، تقدم النادي الاهلي بفرق نقطتين على نادي الزمالك 18-16 للي ما كانش معانا. بدايه احداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني، سيف سمير، عمرو الجندي، كيجو، ابو النصر وكريم حاتم، اما نادي الزمالك مهاب ياسر، حازم المشد، خالد عبد الناصر، معاذ ايمن، وهنشوف مين خامسهم هو وليد عبد الجواد. راحت دي ماركو في الزمالك وراندون في الاهلي المحترفين. الحيازه الزملكاويه، يبدا نادي الزمالك الهجمه عن طريق معاذ ايمن، بيسلم بدوره بالهاند اوف على طول لوليد عبد الجواد اللي بياخد سكرين وبيعدي وليد عبد الجواد، بيك اند رول مع المشاد، بيروح المشاد بتراعي الباسكت ما بينجحش في التسجيل، لكن بيحاول معه كده عمرو الجندي اللاست تاتش على عمرو والاوت سايد لصالح نادي الزمالك. 14 ثانيه جديده على زمن الهجمه. تقابل النادي الاهلي مع نادي الزمالك في هذا الموسم في 5 مباريات، كان الفوز حليف الاهلي في 4 مباريات والنهارده المباراه السادسه باذن الله. حازم المشد على اوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل، اير بول واوت سايد اهلاوي. استلم كريم حاتم، يبدا الهجمه، كريم عدى، كريم خد سكرين لعمرو الجندي، كريم في الاول زاويه يروح وصل لكن بلوك من حازم المشد، لكن النص دايس على اللاين كده واوت سايد لصالح نادي الاهلي. 15 ثانيه على زمن الهجمه، كانت رجلي بره اوت سايد، لسه الكره ما اتسلمتش. كابتن احمد الجزار بيقول 14 ثانيه، 14 ثانيه في حاجه، 14 ثانيه ولا ايه؟ كوتش بص بيقول له ازاي 14 ثانيه؟ عدلها 15 ثانيه مظبوط. اوت سايد اهلاوي، استلم ابو النصر لكن هنا ابو النصر ينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول اولى الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك، والخطا الشخصي لابو النصر برميتين
حرتين. تو شوتس لمحمد ابو النصر. جانب من حضور الجماهير المتواجده الاهلي، جماهير الاهلي العظيمه. فري ثرو اول ورمي حره اولى لابو النصر، لا يسجل. رمي حره ثانيه وفري ثرو ثاني لمحمد ابو النصر، لا يسجل ايضا. اللاست تاتش على نادي الزمالك، والاوتسايد لصالح الاهلي والاهلاوي. اوتسايد اهلاوي. كوتش اوجوستي بيقول لهم خطه رقم ثلاثه، 14 ثانية على زمن الهجمة. اوتسايد اهلاوي. استلم سيف سمير. سيف. واحد على واحد معاه خالد عبد الناصر، خلي بالك من هيلبا سيف، عدى بالهوك وينجح في تسجيل أولى نقاط أحداث كوارتر أول. الكابيتانو سيف سمير عشان يعلي الفرق إلى أربع نقاط. وليد عبد الجواد يبدأ الهجمة. وليد. يسلم على طول لمعاذ أيمن، بالسكرين عدى معاذ، سلم بساط سريع كده انتهى عند وليد عبد الجواد اللي يعمل بنتريشن واحد على واحد، يروح في الاخير ينجح في التسجيل ويسجل نقطتين اولى نقاط احداث كوارتر ثاني لصالح نادي الزمالك. كريم حاتم يعدي قبل الثمان ثواني. كريم يسلم لسيف سمير، يستلم مره ثانيه منه بالهاند اوف لعمرو الجندي، بالسكرين مع كيجو. عمرو الجندي، ما زال عمرو الجندي. عمرو لكريم حاتم، لعمرو الجندي مره ثانيه، خمس ثواني على زمن الهجمه. عمرو الجندي فيك حلو قوي، يلف ويرتكز عمرو بالستيب باك لكن ما بينجحش في التسجيل، يحاول معاه مره ثانيه كيجو لكن مهاب ياسر يحسم الجدل بالديفنسيف ريباوند. يسلم لخالد عبد الناصر اللي عايز يعمل دنك ويحط دنك، يسجل نقطتين، يضيق الفرق الى فرق نقطتين. خالد عبد الناصر او عفوا ياتي بالتعادل 20-20، اولى تعادلات الكوارتر الثاني. ابو النصر في الدرايف واحد على واحد، الكيك اوت عند سيف سمير، سيف سمير في الاوبن شوت لا يسجل. تراي ثانية سكند شانس حاضر عند كيجو اللي بينجح في تسجيل نقاط أولى نقاطه في أحداث الكوارتر الثاني. معاذ أيمن يبدأ الهجمة لكن هنا خطأ شخصي وفاول على محمد أبو النصر. أولى الأخطاء الشخصية على النادي الأهلي في أحداث الكوارتر الثاني. مين يستعد للنزول والمشاركة؟ هيكون مكان أبو النصر. فعلا مكان أبو النصر. اوتسايد لصالح الزمالك، معاذ ايمن هيطلع الاوت. يسلم ليه؟ خالد عبد الناصر، خالد عبد الناصر 1 ان 1 مع سيف سمير، يلف ويرتكز يروح يستخدم اللوحه لا يسجل، تصل في ايد مين؟ في حازم المشادي، يسلم على طول لمعاذ ايمن يروح بالباور لاب ما يسجلش. كريم حاتم على طول على الديفنسيف ريباوند ويسلم للبوب ايهاب امين. ايهاب مان تو مان النادي الاهلي، مان تو مان نادي الزمالك. ايهاب امين، ايهاب يسعى للاختراق، يسلم على طول للجندي، الجندي بالسكرين مع كيجو. الجندي لايهاب امين، اخر ست ثواني في زمن الهجمه. ايهاب لسه، ايهاب خمسه اربعه ثلاثه اثنين. الجندي مع البازر بيتر يروح على الباسكت لكن لا يسجل. سكند شانس عند هنا الباس ولا اروع من كيجو اللي ينجح في ترجمه النقطتين عن طريق عمرو الجندي، واسيست ولا اروع من كيجو بعد ما عمل سكند شانس بثلاثيه عمرو الجندي. وليد عبد الجواد دفاع قوي منه. كريم يسلم على طول لمهاب ياسر، مهاب يعمل واحد على واحد، يسلم بيك اند رول مع عبد الناصر اللي بيروح على الباسكت وينجح في التسجيل وياخد معاه الاند وان، وخطا شخصي على سيف سمير. ثاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في التوتال ببدايه احداث الكوارتر الثاني. بيك اند رول، وادي هنا الباسكت والفاول على سيف سمير، والاند وان لصالح خالد عبد الناصر. يخرج سيف سمير ينزل مكانه عمر طارق. رمي حرة إضافية أو أند وان لصالح خالد عبد الناصر. لا يسجل، يلم على طول. عمر طارق يسلم لإيهاب أمين، يضغط عليه على طول. معاذ أيمن، لكن عدى إيهاب أمين قبل الثمان ثواني. إيهاب. لسه إيهاب. السكرين مع عمرو الجندي، ايهاب
ايهاب واقف واحد على واحد، طلع كيك اوت ولا سلم لعمر طارق، عمر طارق استلم وقع، لسه عمر طارق معاه احمد اسماعيل يسلم لكريم حاتم، كريم اخر الثواني على طول شوت لكن لا يسجل، خالد عبد الناصر على الديفنسيف ريباوند على طول يلم، ثلاث محاولات للنادي الاهلي يعدل على طول الستيل روعه الروعه من كريم لكن هنا ما ينجحش في التسجيل، يلم خالد عبد الناصر مره ثانيه ويسلم لعبد الجواد، وليد عبد الجواد لسه وليد، وليد ياخد سكرين من احمد اسماعيل، وليد عبد الجواد يطلع لخالد عبد الناصر يسلم لمعاذ ايمن في ال 45، عدى معاذ في الدرايف لكن تقع منه على طول للسير حاضر عند البوب ايهاب امين، هو ايهاب امين في الهول زاوية، ايهاب امين راح وصل سجل نجح في تسجيل نقطتين يوسع الفارق الى 26 22 لصالح الاهلي والاهلاويه. هو اللي عمل الستيل، هو اللي عمل الاول زاوية، هو اللي سجل النقطتين ايهاب امين. خالد عبد الناصر يعدي بالكروس اوفر، خالد عبد الناصر ما زال معه الكره، صاد عليه كيجو لا اطلع اضغط عليه شويه، قطع له كده وليد عبد الجواد والسلام من احمد اسماعيل، احمد اسماعيل على اوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل مع البازر بيتر لكن يلم على طول، كيجو يسلم بدوره لايهاب امين، ايهاب يبدا الهجمه، ايهاب قطع له كيجو لكن الستيل من خالد عبد الناصر موجود، فاست بريك سريع 2 على 2، مهاب ياسر لاحمد اسماعيل يروح احمد وينجح احمد في تسجيل نقطتين وده الفرق الى نقطتين مره ثانيه لصالح الاهلي والاهلاويه، 26 24 في ديربي العاصمه جيم 1 في سلسله السيريس بيست اوف 5. نصف النهائي دوري السوبر، الاهلي حامل لقب الموسم الماضي. عمل لقب ستأهل الى بال 5 باذن الله، ان شاء الله تكون الاهلي. فلوتر شوت للجندي اللي بينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح الاهلي والاهلاويه، وسع الفرق مره ثانيه الى 4 نقاط. وهنا خطا شخصي وفاول على كريم حاتم، ثالث الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في التوتال. ادي عمرو الجندي وادي الفلوتر شوت من قدام خالد عبد الناصر ينجح في التسجيل. تايم اوت. براندون يعود الى ارض الملعب بدل من كريم حاتم، ده اللي هنشوفه دلوقتي، كوتش اوجستي والتعليمات. لكن سريعا كده احصائيات الكوارتر الثاني، الاهلي مرتكب ثلاث اخطاء شخصيه في التوتال حتى هذه اللحظات، خطا وحيد لنادي الزمالك على الفري ثرو او على الرميه الحره، الاهلي جات له محاولتين لم ينجح في تسجيلهم، اما الزمالك جات له محاوله وحيده في الاند 1 لم ينجح ايضا في تسجيلهم، محاولات 3 بوينت ثلاث محاولات للاهلي محاولتين للزمالك لم ينجح في تسجيله اي من الفرق. زي ما قلت لحضراتكم خمس مباريات قبل هذه المباراه تقابل فيها النادي الاهلي امام نادي الزمالك، كان الفوز حليف النادي الاهلي بنتيجه 4-1، نهائي كاس السوبر الاهلي امام الزمالك فاز الاهلي بنتيجه 64-60، ربع نهائي دور المرتبط فاز الاهلي 81-66 على الزمالك، اياب نهائي المرتبط الذهاب والعوده في دور المرتبط زي ما حضراتكم عارفين مباراه ذهاب ومباراه عوده، الاهلي فاز بنتيجه 75-64، الجوله الثانيه كانت في ملعب الزمالك فاز النادي الاهلي بنتيجه 70-69، اما الجوله التاسعه في الدور الترتيبي لدوري السوبر فاز الزمالك 110 على النادي الاهلي 99، النهارده هي المباراه السادسه، كل التوفيق للاهلي والاهلاويه ان شاء الله يخلص البيست اوف 5 ويتجه الى رواندا للعب نهائيات بي اي ال او باسكت بول افريكان ليج لرقم 4 او نمبر 4. انتهى التايم اوت والاوتسايد لصالح الزمالك، 4:46 سنه متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الثاني، طبعا متواجد داخل الملعب كوتش طارق خيري المدير الفني للسيدات الذي فاز بنهائي كاس مصر امام سبورتن في اداء ولا اكثر من روعه، وبكره ان شاء الله هيتقابل مع هليوبلس في نصف نهائي دوري الممتاز. دي ماركو يعود الى ارض الملعب مع احمد ياسر وتغيير يجري كوتش وائل بدر، احمد اسماعيل البحث عن دي ماركو، دي ماركو قطع له مهاب ياسر لكن هنا يروح تراي على الباسكت وينجح في تسجيل نقطتين اداء الفارق مره ثانيه الى فرق نقطتين لصالح الاهلي والاهلاويه. براندون يعود بدلا من كريم حاتم وعمر هشام يعود الى ارض الملعب في الزمالك. البيجو يستلم. عمرو الجندي يستلم من عمر طارق، عمرو الجندي يغير اتجاهاته، السكرين يعدي من عمر طارق لكن هنا مخالفه وفاول وخطا شخصي على البيجو عمر طارق، رابع الاخطاء الشخصيه يحتسبه في التوتال، رابع الاخطاء الشخصيه في التوتال يحتسب الفاول كابتن وائل ابراهيم. دي ماركو يبدا الهجمه،
4 دقائق 10 ثواني متوقعه على نهايه الكوارتر الثاني. دي ماركو يسلم لاحمد ياسر، بالهاند اوف على طول مع عمر هشام، قطع له دي ماركو، دي ماركو لكن هنا ووك وترافلينج الروفر على نادي الزمالك، قرار صحيح من الحكام والاوت سايد لصالح النادي الاهلي. 4 دقائق بالتمام والكمال، ادي هنا الكات اثنين في خطوتين قبل الدربل. قرار صحيح واوت سايد لصالح النادي الاهلي. براندون يبدا الهجمه. براندون لايهاب امين. ايهاب كيجو تحت الباسكت معاه يا احمد ياسر، كيجو رايح واحد على واحد بشماله، كيجو ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده. مروان سرحان على دكه البدلاء يراقب يركز انتظار اشاره المشاركه. دي ماركو يبدا الهجمه، ياخد الهاند اوف على طول من احمد ياسر، دفاع على دي ماركو، سلم لاحمد اسماعيل يقلب الملعب على طول لاحمد ياسر، اسماعيل مره ثانيه احمد اسماعيل لسه اسماعيل راح على الباسكت سلم لدي ماركو بشماله، دي ماركو ينجح دي ماركو في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الزمالك، الفرق الى نقطتين مره ثانيه. براندو مان تو مان نادي الزمالك يسلم لايهاب امين، لكن هنا خطا شخصي وفاول على احمد ياسر لاعب نادي الزمالك، لان الاخطاء الشخصيه في التوتال على نادي الزمالك. مروان سرحان بدلا من نشوف بدلا من مين؟ اللي هو من عمرو الجندي، عمر طارق، يدخل عمر طارق ينزل مروان سرحان اوت سايد اهلاوي 14 ثانية 3 دقايق 14 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. حوار ما بين كابتن وائل ابراهيم كوتش وجوزي. براندون يسلم مروان سرحان، مروان لسه مروان يسلم لبراندون، طلب سكرين براندون، براندون على اوبن شوت في 3 بوينت، براندون ينجح في تسجيل ثاني الثلاثيات لبراندون، ثلاثيه في الكوارتر الاول ثلاثيه في الكوارتر الثاني، كده 10 نقاط نجح في تسجيلهم براندون حتى هذه اللحظات في كوارتر ونص، ينجح براندون في تسجيل 10 نقاط. احمد ياسر يقلب الملعب على طول في البيز لاين لاحمد اسماعيل على اوبن شوت، احمد اسماعيل اللي بينجح بدوره ويرد على براندون بثلاثيه مره ثانيه، ده الفرق الى نقطتين. براندون يبدا الهجمه، براندون براندون لايهاب امين، لسه براندون يسلم على طول ايهاب ليه كيجو، لكن يقطع ويعمل السيل على طول نادي الزمالك عن طريق براندون، براندون رايح على الباسكت في الاول زوي، لكن ينجح انه ياخد فاول من كيجو، وخامس الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي. براندون ينجح في فاول وتو شوتس لصالح دي ماركو، دي ماركو ادي هنا الخطا الشخصي، ادي هنا خطا على كيجو وتو شوتس لدي ماركو. دي ماركو على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل، دي ماركو على الفري ثرو الثاني. فيسو تاني ورمى حرة تانية من دي ماركو لا يسجل، لما على طول كيجو يسلم بدوره لبراندون، براندون براندون عدى بالكروس اوفر، براندون في الاختراقات الكيك اوت عند ايهاب امين، ايهاب امين بريتريشن من الميدل، ايهاب يروح لكن هنا ينجح في الحصول على خطا شخصي وفاول يرتكبه عمر هشام لصالح البوب، ايهاب امين بالتو شوتس لصالح ايهاب امين. نقطة وحيدة هي الفارق لصالح الاهلي والاهلاوي. حوار مع الكابتن احمد الجزار من قبل لاعبي النادي الاهلي وتو شوتس للبوب ايهاب امين. ايهاب على الفري ثرو الاول الرميه الحره الاولى، ايهاب لا يسجل، كم رائع كبير من الرميات الحره حتى هذه اللحظات. فري ثرو ثاني ورميه حره اخيره لايهاب امين. ينجح في التسجيل، 4 محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل محاوله وحيده، 3 محاولات لنادي الزمالك على الفري ثرو نجح في تسجيل ايضا محاوله. دي ماركو يبدا الهجمه، ياخد سكرين من احمد ياسر، احمد ياسر لوحده على اوبن شوت في 3 بوينت، احمد ياسر ينجح في تسجيل 3 نقاط ثاني الثلاثيات ليه
نادي الزمالك، واحده عن طريق احمد اسماعيل واحده عن طريق احمد ياسر. ثلاثيه وحيده للنادي الاهلي في الكوارتر الثاني والثلاثيه الثانيه لا ينجح فيها براندون، لكن سكند شانس كده يعمله ايهاب امين، وتطلع الكوره لاست تاتش على النادي الزمالك. ثلاثيتين نادي الزمالك في احداث الكوارتر الثاني، ينجح في تسجيلهم من اصل اربع محاولات، لكن خلنا مع المباراه. عمرو الجندي، عمرو بيك اند رول مع كيجو، كيجو السبين موف روعه الروعه، وسكند شانس رائع من مروان سرحان اللي بينجح في تسجيل نقطتين، يعدل الفرق الى فرق 36 35 للصالح الاهلي. ولا لا لا دي ماركو يعدي، دي ماركو في الدرايف واحد على واحد، دي ماركو يروح، دي ماركو لا يسجل، يلم على طول ايهاب امين، ايهاب في الاون زاويه، ايهاب يقلب الملعب لبراندون، براندون على اوبن شوت، براندون 3 بوينت ولا اروع، براندون ثلاث ثلاثيات براندون حتى هذه اللحظات في احداث كوارتر اول وثاني، ينجح في تسجيلهم براندون شيلدرس، براندون الامريكي ثالث الثلاثيات في احداث الكوارتر الثاني. تايم اوت يطلبه كوتش وائل بدر، طبعا متواجد ايضا في الملعب المصابين من النادي الاهلي، ان شاء الله يعودوا بالسلامه مؤمن خيري، عمرو زهران، ويوسف المعداوي. زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله نصف النهائي الاخر الطرفان المتواجدان في نصف النهائي هو الاتحاد وسبورتنج، هيلعبوا يوم 24 بدايه من يوم 24/5، مواعيدهم الجمعه 24/5، السبت 25/5، الاثنين 27/5، الثلاث 28/5، وجيم 5 هيبدا 30/5. النادي الاهلي ان شاء الله هيخلص النصف النهائي ويتجه الى رواندا للدفاع عن لقبه في بالفور في رواندا كيجالي باذن الله. كل التوفيق للماتادورز. هي 16 ثانية متبقية على نهاية أحداث الكوارتر الثاني. تأهل النادي الأهلي بعد فوزه على الاتصالات بنتيجة 3-0 في البيست اوف 5، والزمالك تأهل على سموحة بعد نتيجة بعد فوزه ب 3-0 في البيست اوف 5. انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش وائل بدر. تقدم النادي الأهلي بفارق الأربع نقاط 35 للزمالك 39 للأهلي. اخر دقيقه 16 سنه متبقيه في عمره احداث كوارتر ثاني. جماهير الاهلي دائما وابدا في كل مكان متواجده حريصه دائما على دعم الفرق الرياضيه في المحافل التنافسيه، رغم المشقه رغم البعاد رغم زياده الاسعار، حرصت جماهير النادي الاهلي على الوصول الى صاله برج العرب ومؤازره فرق. نعود الى ارض الملعب، يستلم على طول علي عمر في اول مشاركه ليه من نادي الزمالك، علي عمر يسلم لاحمد ياسر على اوبن شوت احمد ياسر، لكن لا ينجح في التسجيل، يلم كيجو على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم لبراندون، براندون دي ماركو يتولى رقبته ياخد سكرين من كيجو، لسه براندون سكرين تاني، براندون على الدرايف واحد على واحد، براندون لكن بيسلم لكيجو، كيجو بالهوك يروح لكن ما يسجلش، سكند شانس موجود عند النادي الاهلي لكن تيرن اوفر من براندون، يستلم دي ماركو بالفاست بريك على علي عمر يروح على الباسكت ينجح في تسجيل نقطتين، ده الفرق الى نقطتين مره ثانيه لصالح النادي الاهلي. لاخر 30 ثانيه في زمن واحداث الكوارتر الثاني، براندون 20 ثانيه متبقيه و10 ثواني متبقيه على زمن الهجمه، براندون لسه براندون يسلم للبوب ايهاب امين، ايهاب اربع ثواني ثلاث ثواني ثانيتين، ايهاب على الاوبن شوت، ايهاب بلاس تاتش كده وادي الباك لاب ولا اروع، سكند شانس حاضر عند مروان سرحان اللي بينجح انه ياخد فاول وخطا شخصي بتو شوتس ورميتين حرتين للصالح مروان سرحان. ثلاثيه شاطها ايهاب امين لم ينجح في تسجيلها، السكند شانس والريباوند او المتابعه الهجوميه كانت رائعه من مروان سرحان وينجح انه ياخد معاها خطا شخصي برميتين حرتين. اربع اخطاء شخصيه على نادي الزمالك، خمس اخطاء شخصيه في التوتال على النادي الاهلي. احمد عزب يعود الى ارض الملعب من نادي الزمالك. بدل من عمر هشام
وتو شوتس ورا 200 حرتين للنادي الاهلي. مروان سرحان على تنفيذ الفري ثرو الاول والرمي الحره الاولى. مروان ينجح في التسجيل. بص على الفرق الى ثلاث نقاط 40-37. فري ثرو ثانيه ورمي حره ثانيه لمروان سرحان. ينجح ايضا في التسجيل. علي عمر يبدا الهجمه لاحمد ياسر. احمد ياسر على اوبن شوت. احمد ياسر 3 بوينت لا يسجل وتاتي معها صفرت انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 41-37. اعزائي المشاهدين انتهت احداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم 41-37. استراحه قصيره ما بين عمره واحداث الكوارتر الثاني والكوارتر الثالث نذهب بها سريعا الى استديوهاتنا في قناه النادي الاهلي حيث يتواجد عمالقه التحليل الفني بقياده كابتن هيثم السعيد. الزميل العزيز كابتن هيثم السعيد اليك الميكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا لضيوف الكرام كابتن نبيل بخيت وكابتن محمد السرعاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم مره اخرى من قناه النادي الاهلي وصاله برج العرب بالاسكندريه ونقل احداث ديربي العاصمه الاهلي والزمالك في السيريز نصف نهائي دوري كره السله السوبر لموسم 23-24 وجيم 1. انتهت احداث الكوارتر الاول بنتيجه 18-16 لصالح النادي الاهلي، ثم عاد النادي الاهلي يؤكد تقدمه مره ثانيه في احداث الكوارتر الثاني بنتيجه 41-37. توب سكورر بعض الاحصاءات سريعا، التوب سكورر النهارده في النادي الاهلي وفي الفرقتين هو براندون ريجنالد ب 15 نقطه في 14 دقيقه لعبهم براندون، وياتي وراه على طول محمد ابو النصر بسبع نقاط. اما ثالث الاهداف ثالث الهدافين هو مروان سرحان باربع نقاط. في نادي الزمالك خالد عبد الناصر ثمان نقاط، عمر هشام واحمد اسماعيل ست نقاط وخمس نقاط على التوالي. على بركه الله بدايه احداث كوارتر ثالث الستارت لاين اب للنادي الاهلي دي ماركو محمد ابو النصر سيف سمير ايهاب امين مروان سرحان. ده الستارت لاين اب اللي هيبدا بيه كوتش اوجوستي. الثري بوينت الاهلي 12 محاولة نجح في تسجيل ثلاث محاولات بنسبة 25%، نادي الزمالك سبع محاولات نجح في تسجيل محاولتين بنسبة 28% على الفري ثرو أو الفاول شوتنج. الأهلي شاط 11 سجل 6، نادي الزمالك شاط 9 سجل 3. الحازة التبادلية للصالح الأهلي والأهلاوية. براندون يبدأ الهجمة. خالد عبد الناصر، أحمد إسماعيل، دي ماركو، عمر هشام وعلي عمر. بدايه الهجمه براندون الكيك اوت عند ابو النصر لسيف سمير. سيف سمير في الوان ان وان تحت الباسكت يلف ويرتكب سيف سمير لكن بروك من احمد اسماعيل على طول ياخد الكره. دي ماركو دي ماركو يبدا الهجمه. دي ماركو في السكرين مع احمد اسماعيل يقلب الملعب لخالد عبد الناصر. يستلم منه عمر هشام بالهاند اوف اخر 10 ثواني في زمن الهجمه. عمر هشام في الدرايف واحد على واحد يقف ويرتكز وبالفيدا وين يشوط لكن لا ينجح في التسجيل. يلم على طول علي عمر سكند شانس ويطلع ويبدا الهجمه عن طريق عمر هشام. وادي هنا الكيك اوت عند احمد اسماعيل. احمد في الدرايف واحد على واحد يروح يا لكن لا يخترق لا ينجح في التسجيل. يلم على طول براندون. براندون يبدا الهجمه. براندون يقلب الملعب لمروان سرحان لبراندون مره ثانيه. براندون في الدرايف براندون 1 ان 1 براندون يسلم حلو قوي الاسيست يا براندون. براندون اون فاير النهارده للسيف سمير بينجح بتسجيل نقطتين لكن الاسيست روعه روعه من براندون ريجنال الامريكي يتالق اليوم امام في ديربي العاصمه. علي عمر يسلم على طول لاحمد اسماعيل. احمد اسماعيل 1 ان 1 احمد اسماعيل مع سيف سمير. احمد لسه احمد اسماعيل لكن هنا قرار صحيح من كابتن شيكاوي بالووك وترافلينج والتيرن اوفر على احمد اسماعيل. اوتسايد اهلاوي. اولى نقاط احداث كوارتر ثالث عن طريق سيف سمير واسيست ولا اروع من براندون. يبدا ايهاب امين الهجمه. ايهاب يسلم لسيف سمير. ايهاب امين براندون يستلم الهاند اوف لسه براندون. براندون براندون سيطر على الكره. براندون في درايف براندون واحد على واحد لكن ينجح ان هو ياخد خطا شخصي وفاول على خالد عبد الناصر لاعب نادي ازمه. خطا شخصيه على خالد عبد الناصر
على نادي الزمالك في التوتال في احداث الكوارتر التالي. ايهاب امين برايف ايهاب لسه ايهاب عايز يسلم كده ويستغل الميس ماتش لصالح سيف سمير الكيك اوت للاكسترا باص عند مروان سرحان مروان لسه مروان مروان على اوبن شوت مروان في الثانيه الاخيره لكن لا يسجل دي ماركو على طول ديفنسيف ريباوند دي ماركو يروح في الاول زاويه دي ماركو دي ماركو اوبن شوت على الميديم لا يسجل تراي مره ثانيه لكن المره دي ينجح خالد عبد الناصر سكند شانس والبلوك من مروان سرحان يسلم على طول لبراندون براندون فاصل بريك يهدى براندون يهدى براندون ينجح براندون ياخد خطا شخصي وفاول لصالح النادي الاهلي ثاني الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك في الكوارتر الثالث براندون بذكاء شديد يغير اتجاهه وياخذ الخطا الشخصي على عمر هشام معز ايمن يعود الى ارض الملعب والاوتسايد اهلاوي يستلم على طول ايهاب امين ايهاب ياخذ سكرين سيف سمير ايهاب برايت ايهاب ايهاب 1 1 ايهاب الكيك اوت عند مروان سرحان اكسترا باص عند براندون براندون على اوبن شوت براندون رابع الثلاثيات براندون ريجنالد ينفع ينجح في تسجيل ثلاثيه ثانيه او ثلاثيه رابعه يوسع رصيد نقاطه الى 18 نقطه دي ماركو لعلي عمر في البيز لاين على اوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل يلم على طول البوب ايهاب امين في الاول ذا واي بوب البوب في الاول ذا واي يسلم لابو النصر لكن هنا اوفنسيف فاول على ايهاب امين اتجاه دي ماركو فاول خطا شخصي على البوب ايهاب امين ولا الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في احداث كوارتر ثالث 46 37 ارتفع الفارق الى 9 نقاط لصالح نادي دي ماركو يبدا الهجمه دي ماركو راح احمد اسماعيل بسكرين هيدج سكرين على طول يسلم هنا لكن هنا الاوت اوف باوند على معاذ ايمن ومعناها ايه يا كابتن احمد الاوت اوف باوند هو دايس على اللاين دايس على اللاين خرج بره الملعب اوتسايد لصالح الاهلي مروان سرحان اربع نقاط في لعبته هذا المساء يبدا براندون الهجمه براندون ايهاب امين يعدي ايهاب يروح ايهاب بشماله ايهاب وينجح ايهاب في تسجيل 2 بوينت جديده للاهلي والاهلاويه يوسع الفارق الى 11 نقطه يطالب بخطا شخصي وفاول ايهاب امين لكن براندون كده يقول له خلاص الموضوع انتهى سجلنا تعال عشان في تايم اوت يطلبه كوتش وائل بدر 18 نقطه نجح براندون في تسجيلهم ايهاب امين نجح في تسجيل 3 نقاط مروان سرحان 4 نقاط سيف سمير 4 نقاط ومحمد ابو النصر 7 نقاط اما نادي الزمالك دي ماركو سجل 5 نقاط معاذ ايمن نقطتين احمد اسماعيل 5 نقاط خالد عبد الناصر 8 نقاط وعلي عمر نقطتين ده الخماسي اللي متواجد على ارض الملعب سواء للاهلي او للزمالك دي بعض الاحصاءات السريعه للفرقتين اسيست في النادي الاهلي هو اياب امين برصيد اربع اسيست او اربع تمريرات حاسمه اما نادي الزمالك اعلى اسيست هو دي ماركو برصيد ايضا اربع تمريرات حاسمه ست دقائق 44 ثانيه على نهايه احداث كوارتر ثالث كوتش اوجوسي وكوتش وائل بدر وتعليماتهم لكلا الفرق أكبر تقدم للنادي الأهلي حتى هذه اللحظات هو 11 نقطة اللي قدام حضراتكم في طوال المباراة. أكبر تقدم لنادي الزمالك كان بنقطة وحيدة فقط ورجع النادي الأهلي للتقدم مرة ثانية. انتهى التايم أوت اللي طلبه الكوتش وائل بدر. خمسة يجري تغيير كوتش وائل بدر شايف أحمد عزب متواجد براندون وتعليمات خاصه من كوتش اوجوسي تعليمات ايضا من كوتش احمد الجرحي لسيف سمير
بدأت الهجمة عن طريق نادي الزمالك وعن طريق دي ماركو يبدأ الهجمة. أبو النصر تعلق خبطه، شايف أحمد عزب رجع للأرض الملعب، خبطت الكرة في أبو النصر جدد معاه زمن الهجمة. هنا كل 14 ثانية يقول لك لا 20 زي ما هي، 20 ثانية زي ما هي، طالما فوق ال 14 ثانية تظل كما هي، أما أقل من 14 ثانية تعود إلى ال 14. عبد الناصر يستيل رائع من إيهاب أمين، يسلم لبراندو، براندون عدى بالسكرين مع سيف سمير، براندون سلم لسيف سمير، روعه الروعه في الاسيست، باسكت ما فيش اجمل من كده، روعه في الاسيست يا براندون اون فاير النهارده، يسجل نقطتين سيف سمير عن طريق اسيست ولا اروع من براندون. دي ماركو يوسع الفرق الى 13 نقطه، دي ماركو يقلب الملعب على طول لمعاذ ايمن على اوبن شوت في 3 بوينت، لا يسجل، يزق الكره وتصل لمعاذ ايمن مره ثانيه، يروح على الباسكت ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الزمالك. يبدا براندون الهجم، براندون يتولى كابتن احمد عزب، مروان سرحان، مروان اوبن شوت، مروان 3 بوينت، مروان لكن هينجح في التسجيل، يلم على طول معاذ ايمن ويسلم لدي ماركو، دي ماركو يقلب الملعب لاحمد عزب، لكن هنا في خطا شخصي وفاول على براندون ريجنال، براندون على امريكي ريجنال طبعا خير ومتابعه للمباراه، طبعا كل التوفيق ليه غدا في نصف نهائي دوري السيدات، لاعب يلبس على نفس الملعب باذن الله، كل التوفيق للملكات طبعا، بنهنيهم بفوزهم بكاس السوبر بكاس مصر على حساب نادي سبورتنج الكبير، مباراه اكثر من رائعه امتدت اشواطها الى الشوط الخامس والاكسترا تايم، نجحت فيهم الملكات بالفوز باللقب. دي ماركو اوبن شوت ميديم شوت نجح في تسجيل 2 بوينت لصالح نادي الزمالك، دي ماركو ينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الزمالك. براندو يبدا الهجمه، براندو يسلم لابو النصر، ابو النصر لسيف سمير، ايهاب امين بنتريشن من البيزاين، يروح لكن بلوك من خالد عبد الناصر، يلم على طول دي ماركو في الدرايف، دي ماركو ميديم شوت لكن يسلم لخالد عبد الناصر، لكن هنا خالد عبد الناصر بيتم اعتراضه بخطا شخصي وفاول للصالح النادي الاهلي. رميتين حرتين لخالد عبد الناصر. توب سكورر نادي الزمالك برصيد 8 نقاط حتى هذه اللحظات. خالد عبد الناصر فري ثرو اول ورمي حره اولى لخالد عبد الناصر، لا يسجل، فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه لخالد عبد الناصر، لا يسجل ايضا، يلم على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق البوب ايهاب امين، ايهاب يبدا ايهاب ياخذ على طول براندون بالهاند اوف، براندون يقلب لايهاب، ايهاب سيف سمير يسلم مرة ثانية، براندون لكن هنا في ايه؟ في هنا خطأ شخصي على أحمد عزب لاعب نادي الزمالك، كانت الأخطاء الشخصية على نادي الزمالك والأوتسايد أهلاوي. أوتسايد أهلاوي. شوفها مرة ثانية لبراندون أهو، في ناس كان التيشيرت. حارس برضه على التواجد. والفني 20 سنة كل التوفيق ليه في المباريات القادمة إن شاء الله في بطولة الجمهورية، كابتن إبراهيم الجمال. يستلم إيهاب أمين. ياخد سكرين على طول من سيف سمير. إيهاب. يقلب على طول لبراندون إكسترا باص عند 3 بوينت هنا لكن ما ينجحش في التسجيل على طول. مروان سرحان تلم الكرة. عمر عزب. أحمد عزب. عزب. لسه موجود يسلم على طول لخالد عبد الناصر، يغير اتجاهاته خالد في البريتريشن، يستخدم اللوحه يروح على الباسكت ما يسجلش، سيف سمير الديفنسيف ريباوند ويسلم بدوره لايهاب امين، ايهاب يبدا الهجمه، ايهاب تشو جوستي يقول لهم هنلعب ايه، ايهاب امين في درايف واحد على واحد، ايهاب يطلع كيك اوت لبراندون، براندون على الاوبن شوت، براندون خامس الثلاثيات، براندون ريجنالد الامريكي ينجح في تسجيل خامس ثلاثيات وثلاثيه يعلي بها الفارق
الى 53-41 لصالح الاهلي والاهلاويه. اخر 4 دقائق في زمن الهجمه، ادي تيرن اوفر والسيل حاضر على طول من ابو النصر لايهاب امين. ايهاب عايز يرد باوبن شوت لكن بلوك من معاذ ايمن والاوت سايد لصالح النادي. هلا هنا 3 بوينت الاخيره لبراندون، 5 ثلاثيات براندون ينجح في تسجيلها في احداث الكوارتر الاول والثاني والثالث. ثلاثيتين في الكوارتر الثالث، ثلاثيتين مثلهم في الكوارتر الثاني، وثلاثيه وحيده في الكوارتر الاول. اوتسايد زملكاوي 21 نقطه نجحت براندون في تسجيل. يبدا دي ماركو الهجمه اخر اقل من 4 دقائق على نهايه الكوارتر. احمد ياسر يسلم لاحمد عزب لكن هنا مخالفه المشي بالكره، كابتن وائل ابراهيم يحتسب التير اوفر على نادي الزمالك. يبدا براندون الهجمه، براندون يسلم لابو النصر بالهاند اوف، مروان سرحان تحت الباسكت تحت سكرين من بيجو يعود الى الملعب لايهاب امين لبراندون. براندون يعلق الكوره لعمر طارق، روعه الروعه براندون ينجح في تسجيل نقطتين عمر طارق ويترجمهم اللي من اسيست من براندون لعمر طارق، ينجح تسجيل نقطتين من اسيست عملهم براندون حتى هذه اللحظات. دفاع قوم النادي الاهلي، وادي حاول كده ايهاب امين معاها لكن احمد ياسر سيطر عليها، الاستيك حاضر لسه موجود لكن دي ماركو يخلص على طول ويقف وشوت على الاوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل، يلم على طول البيك جوه عمر طارق. 3 محاولات لنادي الزمالك على 3 بوينت لم يسجل، 5 محاولات للنادي الاهلي نجح دي ماركو في تسجيل محاوله او براندون في تسجيل محاولتين على 3 بوينت. براندون على الاوبن شوت يشوت لكن لا يسجل، يلم على طول معاذ ايمن في الاول زاوية معاذ بص بريك كده اكتمل السيت بلاي، استلم على طول احمد ياسر يقلب الملعب ليه احمد عزب ياخد سكرين من احمد اسماعيل، احمد عزب ميديام شوت شوت لكن لا يسجل، يلم على طول مروان سرحان من اعلى نقطه وينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول على احمد ياسر، 4 أخطاء شخصيه في التوتال على نادي الزمالك. مروان سرحان اسيست رائع من براندون للبيج او عمر طارق، بص كما قال الكتاب نو لوكن باس مره ثانيه زي ما حضراتكم شايفين في الزاويه دي باينه قوي نو لوكن باس. يبدا براندون الهجمه يسلم على طول للجندي اللي عدى لارض الملعب بدلا من ايهاب امين، الجندي في درايف، الجندي درايف طلع كيك اوت لابو النصر، ابو النصر يجرب حظه على اوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل، لما على طول معاذ ايمن ولسه معاذ لمح كده براندون رجع للكره وسلم وليد عبد الجواد اللي نزل مكان احمد عزب، وليد عبد الجواد في درايف يسلم في كندرول مع احمد اسماعيل اللي بينجح في تسجيل نقطتين. 43-55 اخر دقيقتين من زمن واحداث الكوارتر الثالث. براندون يبدا الهجمه، براندون 21 نقطه براندون، براندون في درايف براندون لكن ما ينجحش الحصول على فاول، يلم على طول دي ماركو في فصل بريك مع احمد ياسر، دي ماركو احمد ياسر لكن ينجح في الحصول على خطا شخصي وفاول بتو شوتس، والخطا على مروان سرحان تو شوتس ورميتين حرتين لاحمد ياسر. احمد ياسر على الفري ثرو او على الرميه الحره الاولى، ادي هنا الوصول وادي هنا الخطا الشخصي، وادي فري ثرو اول غير ناجح من احمد ياسر، فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية، دي 46 سنة متوقعة نهاية أحداث الكوارتر الثاني، ينجح في تسجيل الفري ثرو الثاني، 4 محاولات لنادي الزمالك على الفري ثرو، نجح في تسجيل محاولة وحيدة. يخرج أحمد إسماعيل. ونزل مكانه عمر هشام. يبدا عمرو الجندي الهجمه، خالد عبد الناصر ايضا يعود الى ارض الملعب ياخد سكرين عمرو الجندي من عمر طارق، عمرو الجندي في درايف لكن هنا في خطا شخصي وفاول على معاذ ايمن لاعب نادي الزمالك، وادي هنا
الاوتسايد اهلاوي تبقى لاشاره احمد الجزار. عمر الجندي بيقول له تو شوتس، وهي فعلا تو شوتس لان ده الفاول الخامس في التوتال على نادي الزمالك. نجح النادي الاهلي في الكوارتر الثالث في تسجيل 14 نقطه مقابل 7 نقاط من لنادي الزمالك. عمر طارق البيجو على الفري ثرو الاول، دقيقه ونص تقريبا على نهايه احداث الكوارتر الثالث. عمر طارق على الفري ثرو لا يسجل. رمي حره ثانيه اضافيه او رمي حره ثانيه لصالح البيجو. عمر طارق ينجح في التسجيل. يوسع الفارق الى 12 نقطه 56 44. وليد عبد الجواد لعمر هشام من تمان النادي الاهلي. عدى عمر هشام، لسه عمر معاه الكوره. عمر هشام بيعدي المسلمين مع خالد عبد الناصر وبيعلق بالفلوتر شوت لكن ما ينجحش في التسجيل. لكن هنا في قرار ايه؟ لا تحتسب طبقا لثلاث حكام اجمعوا على انهم لا لا تحتسب، وائل ابراهيم احمد شيكيه واحمد الجزار، لا تحتسب. واوتسايد لصالح نادي الاهلي. يعود كريم حاتم الى ارض الملعب بدل من براندون. مروان سرحان هيطلع الاول يسلم للجندي. الجندي سيطر على الكوره، عدى الجندي قبل معاذ. قبل معاذ ايمن ياخد الكوره كده ويعدي قبل 8 ثواني. السكرين على طول مع عمر طارق، بري سكرين مره ثانيه. الجندي استغل الميس ماتش لعمر طارق، ده اللي هنشوفه دلوقتي. ابو النصر في الدرايف، ابو النصر في تيرن اوفر ووك وترافلينج على مشي الكره على محمد ابو النصر. اوتسايد للزمالك يخرج ابو النصر، هنشوف لازم مين مكانه. هنا وجب الاستغلال، نبص على عمر طارق كان متولي رقبته تحت الباسكت معاذ ايمن في ميس ماتش. درايف واحد على واحد بنتريشن يروح على طول يسجل خالد عبد الناصر نقطتين لصالح نادي الزمالك 46 56. 10 نقاط هو الفرق لصالح الاهلي والاهلاويه. زي ما قلت لحضراتكم كان اكبر تقدم للنادي الاهلي بنتيجه 11 نقطه فارق لصالح النادي الاهلي. ايهاب امين في درايف واحد على واحد يستغل المرور، يستغل المساحات، يستغل الباسكت ويضيف نقطتين لصالح النادي الاهلي. 13 نقطه هو الفارق او 12 نقطه لصالح النادي الاهلي. وليد عبد الجواد يسلم لعمر هشام. اخر 17 ثانيه، عدى عمر هشام بالسكرين. عمر هشام 1 ان 1 يلف ويرتكس، كيك اوت عند معاذ ايمن على اوبن شوت ويشوت لكن لا يسجل. يلم البوب ايهاب امين على طول. ايهاب يسلم لعمر الجندي، عمر الجندي الثواني الاخيره. ايهاب امين لعمر الجندي، عمر الجندي من تقريبا من نص الملعب يشوه. عمرو الجندي مع البازر بيتر ينجح في تسجيل ثلاثيه ولا روعه ولا اروع ولا اجمل. 3 بوينت لعمرو الجندي ينجح في تسجيلها ينهي معها تقدم النادي الاهلي بفارق ال 15 نقطه لصالح الاهلي والاهلاويه. اعزائي المشاهدين استراحه ما بين احداث كوارتر ثالث ورابع في ديربي العاصمه نصف نهائي دوري السوبر موسم 23 24. بعض الاحصائيات سريعا في احداث الكوارتر الثالث، 3 اخطاء شخصيه على النادي الاهلي، 5 اخطاء شخصيه على نادي الزمالك، محاولتين على الفري ثرو للنادي الاهلي او على الفاول شوتنج نجح في تسجيل محاوله وحيده، 4 محاولات لنادي الزمالك على الفاول شوتنج نجح في تسجيل محاوله وحيده، على الثلاثه بونت 8 محاولات نجح الاهلي في تسجيل 3، 4 محاولات للزمالك نجح في تسجيل محاوله وحيده. دي بعض الاعداد. ارتفع الفارق الى 15 نقطة لصالح الاهلي والاهلاويه. دي بعض الاعداد زي ما حضراتكم شايفين كده مع صوت الجماهير، حاجة في منتهى الجمال في منتهى الروعة لصالح النادي. اقول لحضراتكم على بعض الاحصائيات زي ما قلت لحضراتكم، توب سكورر حتى هذه اللحظات في النادي الاهلي هو براندون برصيد 21 نقطة. براندون 21 نقطة على الفيلد جول، 10 محاولات مسجل 7 بنسبة 70%. هو أعلى توب سكورر حتى هذه اللحظات في هذه المباراة. يليه على طول عمرو الجندي 7 نقاط، إيهاب أمين 7 نقاط، محمد أبو النصر 7 نقاط. أما التوب سكورر في نادي الزمالك هو خالد عبد الناصر برصيد 10 نقاط، يليه أحمد إسماعيل 7 نقاط،
دي ماركو 7 نقاط وعمر هشام 6 نقاط. دي بعض الاحصائيات سريعا كده للمباراه كتوب سكورر. 61 الاهلي 46 الزمالك. نجح الاهلي في الكوارتر الثاني الثالث انه يسجل 20 نقطة مقابل 9 نقاط سجلهم نادي الزمالك في الكوارتر الثاني. كوتش اوجوستي والتعليمات الأخيرة زي ما حضراتكم شفتوا وبداية أحداث الكوارتر الرابع. كريم حاتم، مروان سرحان، عمر طارق، عمرو الجندي، البوب إيهاب أمين. أدي هنا الحيازة لصالح نادي الزمالك والبلوك الأول للبيجو ويدم على طول إيهاب أمين في الديفنسيف ريباوند. يبدأ على طول عمرو الجندي، عمرو الجندي ياخد سكرين من عمر طارق، عمرو الجندي بري سكرين مره ثانيه، عمرو الجندي في الدرايف، عمرو الجندي في الكيك اوت، ايهاب امين في الفيك، ايهاب امين لسه مسيطر على الكوره بص ولا اروع، لكن هنا يتعمل بلوك ليه مروان سرحان وتخبط الكوره في اللاست تاتش على مروان سرحان وتطلع اوت سايد لصالح نادي الزمالك. اولى المحاولات للنادي الاهلي ونادي الزمالك. ديربي العاصمه في صاله برج العرب بالاسكندريه. وليد عبد الجواد، عمر هشام، خالد عبد الناصر، احمد اسماعيل، مهاب ياسر، ده خماسي او الستارت لاين اب اللي بدا بيه كوتش وائل بدر على الكوارتر الرابع. عمر هشام يعدي بالسكرين مع خالد عبد الناصر. عمر هشام بالري سكرين مره ثانيه، عمر هشام كيك اوت عند وليد عبد الجواد. وليد بيقول خالد عبد الناصر تعالى لي بالسكرين، جاله بالسكرين عند احمد اسماعيل في الاوبن شوت على 3 بوينت مع البازر بيتر لكن لا يسجل، سكند شانس موجود عند خالد عبد الناصر ونادي الزمالك. يلحق مهاب ياسر لكن على طول يقطع كريم حاتم ويروح بدنك روعه الروعه للبوب ايهاب امين ينجح في تسجيله. اولى نقاط احداث الكوارت الرابع عن طريق ايهاب امين. يبدا عمر هشام الهجمه، حاول يعدي غار اتجاهاته، يقطع منه على طول كريم حاتم، تصل الى ايهاب امين، ايهاب امين في الاول زاويه، ايهاب امين يطلع على طول مروان سرحان، مروان سرحان لسه مروان يسلم لعمرو الجندي، عمرو الجندي بيقول لهم اهدوا اهدوا ونفذ اللعبه الاخيره، عمرو الجندي في الدرايف واحد على واحد، عمرو الجندي كيك اوت عند ايهاب امين، ايهاب امين في الاوبن شوت لكن ما يسجلش، يلم على طول احمد اسماعيل من نادي الزمالك، يبدا الهجمه ويسلم لعمر هشام، عمر هشام في زاويه 45 يقلب الملعب في النص. مرة ثانية لمهاب ياسر، مهاب في الدرايف بيك اند رول مع احمد اسماعيل. باك بيفوت يسلم لخالد عبد الناصر يروح على الباسكت ينجح في تسجيل نقطتين وخطأ شخصي وفاول على البيج او عمر طارق. كاونت 1 1 عند وان لخالد عبد الناصر. خالد عبد الناصر في الاند وان لا يسجل، يلم على طول كيجو. كيجو سلم لإيهاب امين، يبدا الهجمه 10 نقاط سجلهم خالد عبد الناصر في كتوب سكورر في نادي الزمالك. كريم حاتم، ديماركو يعمل مع الفاول وخطا شخصي على ديماركو. ولا الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك في التوتال في احداث الكوارتر الرابع. 7 دقائق 48 ثانيه يعود علي حجازي الى ارض الملعب بدلا من خالد عبد الناصر، تغيير يجري كوتش وائل بدر. خطا شخصي وفاول لصالح النادي الاهلي. عمرو الجندي سكرين مع عمر طارق يسلم لكيجو، كيجو لف وارتكز سيطر على الكره، كيجو في البيز لاين يسلم على طول للجندي، الجندي على اوبن شوت في 3 بوينت، الجندي روعه الروعه الجندي، اوت اوف بالانس لكن يستطيع تسجيل 3 نقاط ولا اروع من عمرو الجندي، يوسع بيهم الفرق مره ثانيه 48 زمالك 66 على الاهلي. وادي هنا ترابات والكره والستيل حاضر عند كريم حاتم، كريم في درايف واحد على واحد سلم لكيجو، كيجو في الباور لاب سكند شانس حاضر، سيرست شانس حاضر، 3 محاولات لكيجو ينجح في تسجيل من الثالث محاولة نقطتين كمان عشان يوسع الفرق إلى 20 نقطة لصالح الأهلي والأهلاوية. ديماركو في الدرايف لكن دفعات قوية من الأهلي والأهلاوية. عمر هشام السكرين مع علي حجازي، عمر هشام في الميديا من شوت نجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الزمالك. ده الفرق إلى 18 نقطة للأهلي والأهلاوية. يستلم عمرو الجندي، يبدأ الهجمة عمرو الجندي. 6 دقائق 47 ثانية.
18 نقطة لصالح النادي الأهلي. عمرو الجندي، عمرو عدى بالكروس أوفر، عمرو الجندي يسلم لكيجو، كيجو في الدنك متواجد، حاضر كيجو بنقطتين ويوسع الفرق مرة تانية إلى 20 نقطة. لكن هنا في قرار، هل في خطأ، هل في أن سبورتس؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لكن دلوقتي تعالوا نروح للتايم أوت اللي بيطلبه كوتش وائل بدر مدير فني نادي الزمالك. كيجو قبل التايم اوت، دانك ولا اروع، بعد اسيست رائع من عمرو الجن. 70-50 للاهلي والاهلاويه، فرق ال 20 نقطه للصالح عن النادي الاهلي في البيست اوف 5 جيم 1 سيريا سيمي فاينل. ادي اللعبه الاخيره، هي عمرو الجندي في الدرايف يسلم بالباونس باس كده لكيجو، كيجو يطلع على طول ياكد على الدنك والنقطتين. المحاولات للنادي الاهلي على 3 بوينت 23 محاوله نجح في تسجيل 7 بنسبه 30%، 12 محاوله على 3 بوينت نادي الزمالك نجح في تسجيل 2 بنسبه 16%. على الفري ثرو او على الفاول شوتنج الاهلي 13 محاوله نجح في تسجيل 7 بنسبه 53%، الزمالك 14 محاوله نجح في تسجيل 4 بنسبه 28%. الاهلي عامل 38 ريباوند، 25 ريباوند للزمالك. الاسيستات او التمريرات الحاسمه متعادلين 16-16. ايهاب امين 8 نقاط، براندون زي ما حضراتكم شايفين 22 نقطه. توب سكور حتى هذه اللحظات في النادي الاهلي براندون 21 نقطه، عمرو الجندي 10 وايهاب امين 9، اما نادي الزمالك خالد عبد الناصر 12، عمر هشام 8 واحمد اسماعيل 7 نقاط. دي بعض الاحصائيات سريعا، كوتش احمد الجرحي وتعليمات اخيره للاعبين. لم يشارك حتى هذه اللحظات من النادي الاهلي سكواد النادي الاهلي عمر عزب واحمد مهيب. خلاص احتسب الدنك والكره وحيازه لنادي الزمالك. عمر هشام عدى بالسكرين، عمر يسلم لعلي حجازي اللي بينجح في تسجيل 3 نقاط. علي حجازي اولى نقاطه واولى ثلاثياته في النادي الزمالك. براندون يعود الى ارض الملعب بدلا من كريم حاتم. براندون عدى ويسلم لكيجو، او كريم حاتم متواجد عفوا. مره ثانيه عمرو الجندي، عمرو الجندي في الدرايف واحد على واحد، عمرو الجندي بالفلوتر شوت يعلي لعمرو الجندي لكن لا يسجل. احمد اسماعيل يلم ديفنسيف ريباوند ويقع كده ويحاول يسيطر على الكره ويسلم على طول لبراندون، يقلب الملعب على طول براندون لمعاذ ايمن، معاذ يسلم لعلي حجازي اللي بيشوط على الباسكت ما يسجلش. البيج او متواجد في الديفنسيف ريباوند، يسلم براندون مره ثانيه ويبدا الهجمه. براندون 17 نقطه هو الفرق لصالح الاهلي والاهلاويه. انتصاف احداث الكوارتر الرابع والمباراه. براندون للجندي بالسكرين، الجندي عدى ريسكرين مره ثانيه لسه الجندي، الجندي في الدرايف، الجندي يقلب الملعب على طول لكيجو تحت الباسكت، عمر هشام، عمر طارق لكن بيتم اعتراضه بخطا شخصي وفاول من قبل احمد اسماعيل. فاول خطا شخصي، سلامات لعمر طارق. طمن عليه كريم حاتم. براندون نزل مكان ايهاب امين. شوفوا مرة تانية، ادي هنا استلم لماركو بيعمل عليه الهلب، وادي هنا ايده نزلت كده على وجه عمر طارق واوت سايد لصالح النادي الاهلي. تاني الاخطاء الشخصية على نادي الزمالك، خطأ وحيد على في التوتال على النادي الاهلي. براندون هيطلع الاوت. 27 ثانية. براندون يسلم لعمر طارق. روح له على طول براندون من الهاند اوف يستلم، عدى براندون، براندون. براندون على اوبن شوت، براندون في الاوبن شوت لكن ما يسجلش، يلم سكند شانس على طول. كيجو يسلم لبراندون مره ثانيه، براندون. براندون عدى براندون، براندون. براندون يطلع هنا خد فاول وخطا شخصي براندون لصالح النادي الاهلي، ثالث الاخطاء الشخصيه على نادي الزمالك. اوتسايد اهلاوي، 5:09 متوقعه على نهايه الكوارتر الرابع والمباراه. تقدم النادي الاهلي فرق 17 نقطه 70-53. كيجو عدى، كيجو في ال1 ان 1 تتقطع منه على طول. علي حجازي يلم ويعمل ستيل، يسلم لاحمد اسماعيل اللي بدوره يسلم لعمر هشام، دي ماركو يستلم، دي ماركو في الدرايف واحد على واحد، دي ماركو يروح، دي ماركو ينجح في تسجيل 2 بوينت لصالح النادي
الزمالك 15 نقطة يدعي الفارق براندون أو دي ماركو. يبدأ براندون الهجمة، براندون لسه براندون مع الكرة، براندون عمر هشام رقابة لصيقة، براندون ينجح انه ياخد خطأ شخصي وفاول لصالح. الخطأ على عمر هشام، أربع أخطاء شخصية توتال على نادي الزمالك. الخطأ بداية من الخطأ القادم تو شوتس لصالح النادي الأهلي. هيخرج عمر هشام، ينزل مكانه علي عمر، إيهاب أمين وسيف سمير، هنشوف بدلا من مين. إيهاب أمين بدلا من عمرو الجندي. والاوتسايد اهلاوي. براندون هيطلع الاوت، يسلم على طول ليه؟ ايهاب امين بالسكرين مع عمر طارق وسكرين مره ثانيه. ايهاب، ايهاب في الدرايف، ايهاب بالفاول. هنا فاول، فاول وخطا شخصي اوفنسيف فاول على ايهاب امين. اوفنسيف فاول على البوب ايهاب امين. خمسة وخمسين سبعين للأهلي والأهلاوية، أربع دقائق 23 سنة متوقعة لنهاية أحداث الكورت الرابع والمباراة. يبدأ دي ماركو الهجمة، دي ماركو يسلم على طول لعلي حجازي، علي لدي ماركو مرة ثانية، دي ماركو لسه دي ماركو مع الكورة، يتعمل عاد تراب، يسلم ويطلع لعلي عمر، علي عمر في واحد على واحد، لكن هنا يطلع كيك اوت لاحمد اسماعيل، احمد اسماعيل في درايف بالفلوتر شوت ما ينجحش في التسجيل، حاول معاه السيف لكن هنا اوتسايد لصالح نادي الزمالك. كابتن احمد الجزار يحتسب الاوتسايد لصالح نادي الزمالك، 14 سنة جديدة زمن الهجمة. يقطع كريم وتطلع اوتسايد لصالح الزمالك مرة ثانية. حاتم يقطع كوره وتطلع اوتسايد لصالح الزمالك. علي عمر على تنفيذ الاوتسايد بالبيز لاين، يسلم على طول لاحمد اسماعيل بالهاند اوف مع دي ماركو، دي ماركو ترابات على دي ماركو، دي ماركو على الاوبن شوت في 3 بوينت، دي ماركو لا يسجل، يلم على طول للبيج جوه عمر طارق، يسلم لايهاب امين، ايهاب لبراندون، براندون سيطر على الكوره يا براندون، وسع له الملعب كده كريم حاتم، طلب السكرين من عمر طارق هيلعب في ال 1 1، عدى دي ماركو او دي. براندون، براندون 1 ان 1، براندون كيك اوت عند كريم حاتم، كريم حاتم على الاوبن شوت، كريم حاتم في 3 بوينت حاضر باسيست من براندون نجم اللقاء اليوم، ينجح كريم حاتم في اضافه 3 نقاط للاهلي والاهلاويه، ده الفارق يوسع الفارق الى 18 نقطه، لكن هنا في توقف كده الاطمئنان على دي ماركو واعتقد خطا شخصي على كريم. يخرج دي ماركو وينزل مكان وليد عبد الجواد، يعود ابو النصر اعتقد مكان براندون ولا كريم حاتم، لا كريم حاتم. يخرج دي ماركو وينزل مكانه ادي كريم حاتم بعد 3 بوينت والاسيست الرائع من براندون. ثلاثة وسبعين خمسة وخمسين، علي عمر، علي كروس اوفر لكن يعمل ستيل على طول ايهاب امين ويسلم لبراندون. ايهاب يبدا الهجمه، ايهاب يسلم للبي جو عمر طارق، عمر طارق لبراندون، براندون اوبن شوت، براندون 3 بوينت، براندون لكن لا يسجل، يلم تاني معاه ابو النصر لكن وليد عبد الجواد في الديفنسيف ريباوند ينجح في الحصول عليها، يسلم لعلي عمر في الاول زاويه لكن يرجع في كلامه ويسلم لوليد عبد الجواد. علي عمر على اوبن شوت لكن وقف على الميديم شوت، شوت ونجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الزمالك، اخر او اقل من ثلاث دقائق اعزائي المشاهدين على نهايه احداث المباراه. ايهاب امين يبدا الهجمه، ايهاب يسلم لسيف سمير بالهاند اوف مع ايهاب مره ثانيه، ايهاب في الدرايف واحد على واحد، ايهاب لسه ايهاب مع الكوره يطلع لسيف سمير، سيف لايهاب مره ثانيه، خمس ثواني على زمن الهجمه، ايهاب يقف ويسلم لسيف سمير تحت الباسكت، يطلع الكيك اوت لعمر طارق، عمر طارق في الدنك على طول ينجح في التسجيل، لكن هنا هنشوف في ايه القرار، هل هيتم احتسابها ولا لا؟ اعتقد لم يتم احتسابها، ده اللي هنشوفه دلوقتي ونتاكد منه.
ده اللي هنشوفه دلوقتي ونتاكد منه، هل كانت صفاره ال 24 سنه هي الاسرع ولا لا؟ لكن خلينا مع المباراه. احمد اسماعيل يسيطر على الكوره، يسلم على طول ليه وليد عبد الجواد. وليد بالفلوتر شوت، شوت لكن ما بيسجلش، بيجو على طول يلم ديفنسيف ريباوند ويسلم ليه ايهاب امين. ابو النصر لم يتم احتساب دنك عمر طارق، اذا النتيجه 73-57. براندو ميديام شوت، براندون شوت لكن لا يسجل، يلم على طول، فاول وخطا شخصي لعلي حجازي. لم يتم احتساب الدنك 73. كده لا اتحسب الباسكت، لعمر طارق اللي خرج دلوقتي. الدنك اللي حسبه اللي تم احتسابه قبل مع البازر بيتر بالظبط مع نهايه ال 24 ثانيه، تم احتساب اللقطتين لعمر طارق 75-57 واوتسايد للزمالك، والخطا على عمرو الجندي. علي عمر في الدرايف واحد على واحد، علي يروح ويسجل وياخد معاه الاند وان، وخطا شخصي على سيف سمير. خرج عمر طارق وإيهاب أمين، نزل مكانهم عمرو الجندي وكريم حاتم. آخر دقيقة 29 ثانية متبقية على نهاية المباراة. علي عمر في الأند وان ينجح في التسجيل، يستلم أبو النصر، يستلم بدور عمرو الجندي اللي هيبدأ هو وهيلعب السيت بلاي وهيقود الملعب كبوينت جارد. يسلم على طول لبراندو، براندون بالسكرين عدى، براندون يقف في الفيد اواي يشوط، ميديام شوت ولا اروع. براندون ينجح في تسجيل نقطتين كمان عشان يعلي سكوره النهارده ل 23 نقطه. وليد عبد الجواد اخر دقيقه في زمن واحداث المباراه، وليد عبد الجواد في الدرايف يروح لكن لا يسجل، يلم على طول عمرو الجندي. 77-60 للاهلي والاهلاويه. براندون في السيت بلاي، براندون عدى، براندون في السكرين مع سيف سمير، يسلم على طول سيف سمير تحت الباسكت، يلف ويرتكز سيف سمير، دنك ولا اروع، باسكت ولا اجمل، اسيست ما فيش اروع من كده من مان اوف ذا ماتش براندون ريجنالد. نقطتين كمان للاهلي والاهلاويه، وسع الفرق الى 19 نقطه. 79-60 علي حجازي يروح بدرايف واحد على واحد بالفلوتر شوت، حازم المشهد سكند شانس بالباك لاب ما يسجلش، يلم على طول ديفنسيف ريباوند. خلاص ثواني اخيره وانتضى الفريقان اعزائي المشاهدين بنتيجه اللقاء. عايز يعدي كده قبل الثمان ثواني براندون، لكن كابتن احمد شيكو بيقول له اهدى. خلاص ارتضى الفريقان اعزائي المشاهدين بنتيجه اللقاء، فاز النادي الاهلي في البيست اوف فايف في جيم 1 بنتيجه 79-60. الف مبروك للنادي الاهلي، حظ اوفر لنادي الزمالك من صاله برج العرب. احييكم اعزائي المشاهدين ونطير سريعا لاستوداتنا التحليليه. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع، الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد. مبروك للنادي الاهلي في جيم 1 وحظ اوفر لنادي الزمالك. اليك الميكروفون زميل العزيز كابتن هيثم السعيد.